بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اليوم إن شاء الله في محاضرة جديدة في لغة الجافا باستخدام المشاريع، شغالين على مشروع بنك أبليكيشن باستخدام جافا عن MySQL Database. اليوم إن شاء الله هنعمل كيفية الإيداع، فمن هنا مثلا هنا نعرف نعرف الليبل اللي هو ضايف الليبل من هنا. الليبل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مثلا اسم المستخدم والاسم ورقم الحساب والرصيد المتاح والمبلغ. وعندي هنا تكست فيل اللي هي تكست فيل من هنا، ضايف تكست فيل. في التكست فيل يا شباب مثلا عندي المستخدم مجرد ما يضغط هنا يعمل سيرش بالاسم بتاع الاسم، طوال المعلومات دي تنزل في التكست فيل من هنا. وعندي مثلا برضو المبلغ، مثلا هنا لما نحول مثلا المبلغ دار تعمل ايداع كم، مثلا 600 دي مثلا المجموع بتاعها هيجي وين؟ هيجي مثلا حتى عندك ورا دي مثلا عندك 500، هنا هيكون المجموع 560. فنحن إن شاء الله هنا محتاجين لثلاثة أكشنات، ثلاثة بوتون. أول حاجة البوتون الأول السيرش، تعمل سيرش باي نيم، تبحث في الاسم وهنا بتجيب لك مجموع المجموع المبلغ والمجموع بتاعه. وهنا الأكشن الأخير اللي هو الإيداع. يلا نشوف الكلام ده واحدة واحدة. طيب كلام جميل جدا. أول حاجة مثلا أنا محتاج أعرف متغير string. طبعا هنا عملت شنو؟ عملت دبل كليك من هنا على ابحث من هنا string sql sql متغير اسمه sql. المتغير ده يعمل لي select جملة بتاعت select all from كروم بالانس. كروم اللي هو هيعمل select all من البالانس. البالانس من هنا تيبل اسمه بالانس. البالانس ده فيه ACC الاكاونت، وفيه النيم، وفيه ICR نمبر، وفيه البالانس المبلغ. تمام. طيب بالانسز. طيب بعد ده where مثلا ان نيم، وير نيم اللي هو النيم ده يا شباب انا مجرد ما اضغط مثلا عثمان تيست يجيب لي البيانات بتاع عثمان تيست من هنا، بعمل عثمان تيست يجيب لي البيانات بتاعته. حلو الكلام. طيب مثلا احنا هنا مستخدم prepare statement، وهقول علامة استفهام ويديني البيانات، بيديني جملة السيلكت. بعدها تمام انا عايز اتصل بالداتابيس. مثلا هيكون اذا انت متصل بحاجة خارجية اكيد هيكون معرض للخطأ. هنا محتاج لتراي ان كاتش، تراي كاتش. طيب في الكاتش مثلا اقول له، والله مثلا اقول له جو اوبشن بإمكان جو اوبشن شو مسج دايلوج بقول له النل، بقول له ليه. تمام. يلا بعد ده انا عندي ايه مثلا انا محتاج مستخدم بريبير سيتمنت، وهنا محتاج اعرف منها اوبجكت. فهنا اوريدي نعرف متغير من الكونكشن اسمه كون، ومعرف متغير من بريبيرد ستيتمنت اسمه بي اس تي، ومتعرف ومغير ومعرف ريزلت سيت اسمه ار اس. تمام. يلا انا حاليا عاوز ايه؟ حاليا محتاج اوبجكت من البريبيرد ستيتمنت.
محتاج اوبجكت من البريبير ستيتمنت، والاوبجكت ده قاعد يتم عن طريق الكونكشن. لازم تعمل كول للكونكشن تماما. اذا هنا البريبير ستيتمنت مثلا هقول هنا اقول له بي اس تي، متغير اسمه بي اس تي اوريدي هو من النوع بريبير ستيتمنت. حلو الكلام. يلا بعد ده اول حاجة مثلا عندي بي اس تي، اقول له ايه، اقول له اعمل لي سيت string. طيب يا شباب اول حاجة عندي علامة استفهام اللي هي واحد، واحدة بس، دي بتساوي ايه، دي بتساوي لي النيم. فهنا انت تمشي، هتمشي فين، هتمشي من هنا مثلا لما تضغط الـ variable name جي تكسد تولف، هتكون جي تكسد تولف، وهقول له ايه، هقول له get text، جيب لي التكست بتاع get text. تماما. اذا بعد ده هنا الموضوع مجا تمام. اذا اعمل execute query، اعمل انفذ جملة SQL. تحاول لما انت لو عاوز تنفذ SQL للداتابيس، تحول الكود ده للداتابيس، هتعمل ايه، محتاج rs او bst. bst اقول له هنا، اقول له execute query، execute query. تمام. طيب انا الاكسكيوت كويري بترجع ايه، الاكسكيوت كويري بترجع ريزلت سيت. اكسكيوت كويري بابليك ريزلت سيت، اكسكيوت كويري بترجع ريزلت سيت. تمام. اذا انا لو عملت مثلا من هنا، عملت انا اوريدي عندي الريزلت سيت مع ار اس ايكوال ريلو. يلا بعد ده هعمل ايه، هعمل ايتريتر اللي هو مثلا اقول له if rs next. الكلام ده معناه شنو؟ الكلام ده والله اذا في قيمة واحدة من جملة select all from balance، ومجرد ما بسيط النيم لازم شنو؟ دي بترجع ترو في حالة واحدة، if result set. لو مثلا لقيت، لو result set لقيت انه في الداتابيز في كولم واحد مثلا عمل سيرش بالعثمان تيست، لقى عثمان تيست، هيجيب لي، هيجيب لي البيانات بتاعته، بترجع ترو هنا. طيب ارجع ترو، انا عاوز ايه، عاوز مثلا string، والله عاوز string at 1 اللي هو equal، اقول له شنو، اقول له rs get text get rs get string sorry get string. طيب الstring قال لي هنا، قال لي الكولوم، الكولوم هنا وين، الكولوم اول كولوم، شوفوا يا شباب انا عاوز هنا، انا مجرد ما باصيت النيم من هنا يجيب لي هنا، يجيب لي برضه الاسم من هنا، يعرض لي الاسم، وهقول له هنا، هقول له امشي للتابل اعرض لي النيم دبل كوتيشن نيم، حط الاسم زي ما هو لحد هنا. تمام. طيب وقول لي، قول لي جيت تكست جي تكست. طيب يا شباب نشوف الجي تكست كم، الجي تكست اللي هو 13 سيرتين، اقول له جي تكست سيرتين، وهقول له ايه، هقول له سيت تكست، سيت تكست
طيب التكست ده جاي من وين يا شباب؟ التكست جاي من الداتابيز اللي هو موجود فيه اد 1. هقول هنا هباصي له الاد 1 دي اول متغير عندنا. تاني حاجه، ثالث حاجه، رابع حاجه، تماما. طيب هنا مثلا اقول له تو، وهنا مثلا 3، وهنا 4. طيب الكلام لحد هنا. اذا انت عدينا محتاج لجنوب، محتاج مثلا رقم الحساب، فهتمشي من هنا رقم الحساب، رقم الحساب ACC. هقول له ايه؟ هقول له ACC، واعمل لي اد للاثنين. طيب ال ACC يا شباب رقم الحساب، الفاريبل بتاع الفاريبل اللي هو 14، الفاريبل 14، وهقول له جي تكست 14. اذا بعد داخل الثالث حاجة عندي الرصيد المتاح البالانس، البالانس هكتبها زي ما هي بالانس، بالانس. طيب البالانس أضيف لي رقم 3، حلو الكلام. إذن خلاص ما هحتاج للباقي لأنه هو كلها كم؟ وكلهم رقم الحساب والرصيد المتاح، رقم الحساب والرصيد المتاح. طيب بعدين المبلغ، المبلغ أنت حكيت أنت بعد ده هقفل ايه؟ هقفل rs.close، هقفل الريزورس close، واقفل bst close. طيب يا شباب هقول تاني مثلا في الاف. طيب لو الاف دي رجعت، لو رجعت فورس، إذا رجعت فورس مثلا else جو option show message dialog، show message dialog النل. طيب رجعت فورس اللي هي هتكون شنو؟ هتكون إذا رجعت دي هنا طبعا ترو كلها، اذا اف ار اس نك نك دي بترجع نك ترو. اذا كانت ترو ينفذ البلوك بتاع الاف. طيب اذا كانت فورس، اذا كانت فورس يعمل جم للالس، وحيجي وين؟ حيجي هنا، حيجي حيقول، حيقول له ايه؟ والله بقول له ادخل الاسم الصحيح. هقول له ايه؟ هقول له ادخل الرجاء التاكد من الاسم، او ادخل الاسم الصحيح، أدخل الاسم الصحيح. إذا كده الأمور تمام. دي عبارة عن أول select، أول button. طيب بعدين نجي للبطن الثاني اللي هي بتاعت المجموع، هعمل عليها دبل كليك من هنا، هعمل دبل كليك على المجموع وشوف هنعملها كيف. طيب في المجموعة يا شباب عندنا شنو؟ عندنا كم متغير؟ عندنا اثنين متغير اللي هو 16 17 16 17. أقول ايه مثلا؟ كراي كراي كاتش
طيب هنرجع لها فيما بعد. طيب اعضاء مثلا string والله التكست الاول، التكست الاول ايو من وين؟ ايو من اي تكست 16، اي تكست 16 سوري اي تكست مذكر 16 جي تكست 16 هقول له ايه؟ هقول له جيت تكست متغير الثاني التكست نمبر 2، تكست نمبر 2 دي هتكون 17. اذا كده انا جبت التكست التكست لا 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 لا, لا. القيمة الموجودة هنا والموجودة في التكست فيها داخل التكست 1 وتكست 2 المتغيرين تمام. بعد ده حاجة أعرف شنو يونت نمبر، أقول نمبر والله أعمل لي بار صرف انتجر انتجر بارس يونيت اللي هو شباب انا عملت بارس عملت 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 تغيير عملت التغيير من هنا من 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 سترينج ليه ليه نمبر حبازي ايه حبازي التكس 1 يسميها يسميه يونيت نمبر 1 حلو الكلام يونيت نمبر 2 دي هتكون تو تكست تو. اذا كده انا عملت بارس اللي هو القيمه دي عباره عن سترينج فحولتها ايه حولتها من سترينج لانتجر. اذا بعد ده القيمه بقت انتجر فالموضوع بعد ده بقى سهل جدا. بعد ده بقول مثلا عرف متغير ثالث اللي هي مثلا زي صم ايكوال نمبر 1 نمبر 1 بلس نمبر 2. اذا عملت جمعت المبلغ هنا والمبلغ هنا ليه في النمبر نمبر 2 في الصم اذا تعديل بسيط هنا التكست 15 اللي هو الرصيد زائد المبلغ هنا بيدينا ايه بيدينا الناتج النهائي المجموع النهائي حضعه وين حضعه هنا معناته هنا معناته هنا هغير ال 15 هنا شو هتكون ايه هتكون 15 ده هو الرصيد المتاح الرصيد اللي عندك دي هنا هتكون 16 غير الكلام. بعد ده أقول سترين والله صم أعمل صم للسترين إيكوال أقول له سترين value of قيمة الصم. إذا بعد ده أنا جبت إيه؟ جبت القيمة الموجودة في الصم هنا حولتها لإيه؟ سترين وبعد ده القيمة دي بعد ده بقت إيه؟ هحفظها وين؟ هحفظها في المتغير اللي هو 17 في جي تكست 17 وهقول له جي تكست جي تكست 17 هقول له سيت تكست تكست اللي هو الصم string هنا مثلا نقول له
فيديو اوبشن شو مسج دايلوج اقول له نعم اقول له تمام. اذا كده اتخرجت من هذا خلصت البطن الثانيه اللي هو المجموع. مجرد ما اضغط على المجموع يعمل لي البيان يعمل لي يعمل لي يعمل لي الكالكوليتر. بعد ده البطن الاخير اللي هو اعمل كيف اعمل اعمل ايداع اعمل ايداع من هنا. اذا دبل كليك طبعا تراي كاتش لانه هتعامل مع الداتابيز جو اوبشن جو اوبشن شو مسج شو مسج دايلوج اقول له نل اقول له تمام. إذن حقول سكرين مثلا النيم بيكوال. طيب يا شباب أنا عاوز أعمل من هنا أقول له جيت اكسيت ال طيب اللي هو 13 دي تكسد 13 دي تكسد 13 هقول له جيت التكست جيت تكست والمتغير الثاني هجيب متغير ثاني اللي هو البلد اللي هو مثلا equal detected اللي هو البالانس اللي هو الرصيد المتاح من هنا اللي هو 15. أو البالانس النهائي يمكن يكون هنا البالانس النهائي هيكون 17 هيكون 17 وقول له get text. يلا بعد ده ال SQL هيكون ايه string مثلا SQL اعمل لي update للاكاونت update balances التابل اسمه balances وهقول له set balance equal علامة استفهام طيب بناء على where name equal علامة استفهام لأنه هستخدم ايه هستخدم prepare statement حلو الكلام. طيب بعدها انشي متغير انشي object من prepare statement انشي object من prepare statement وباصل ل SQL بسيطة ل SQL من المتغير ده يمكن أحطه في BST اللي هو prepare statement equal تمام. طيب كلام جميل. طيب بعد ده BST هقول له execute query هعمل له execute query execute أو قبل الاكسكيوت أعمل له للبلل أقول له BST set string
اللي هو أول غية مثلا هيكون فيها البالانس، طيب دي هتكون ثاني قيمة اللي هيكون النيم. طيب كلام جميل جدا. بعد ده بي اس تي اكسكيوت كويري، اكسكيوت ابديت، انا حاشين حاسب اعمل ابديت اكسكيوت ابديت، لأنه هعمل أبديت للتيبل. طيب كلام جميل جدا. بعد ما عملت أبديت هقول له إيه؟ هقول له جو أوبشن شو مسج دايلوج، شو مسج دايلوج، والله مثلا هقول له نل، وأقول له تم الإيداع بنجاح، تم الإيداع بنجاح. طيب كلام جميل. طيب بعد ما تم الإيداع بنجاح عمل سيت تكست الفيل اللي هو هعملهم ايه، هرجعهم تاني هصفرهم دي تكست مثلا عندي اروح من هنا اللي هو 12 دي اكسيت 12 اقول له سيت تكست حلو الكلام. طيب طيب 13 14 15 16 17 إذن 13 14 15 16 وآخر حاجة 17. طيب كلام جميل. إذا بعد ده أسيف وأشوف الشغل بتاعي كيف. أسيف أعمل run للأبليكيشن، أعمل run للأبليكيشن. طيب مثلا عندي 40 73 دخول، طيب بعدين عاوز أعمل إيه؟ عاوز أعمل إيداع مثلا طيب مثلا نبحث في الداتابيز من هنا مثلا عثمان تيست قول له بحث اوكي طيب يا شباب ان شاء الله هراجع الشغل واحدة واحدة. مثلا من هنا في جملة select all from balance where name equal كده. طيب في الـ add في الـ name مثلا هنا هضيف ايه،
دي تاكسي 12 راجع البيانات واحدة واحدة يا شباب. من هنا مثلا 13 دي تاكسي هتكون 13 دي تاكسي 13 اللي هو النيم طيب كلام جميل طيب الاكاونت رقم الحساب اللي هو هيكون 14 رقم الحساب طيب اد يا سي سي طيب البالانس نجي للبالانس اللي هو 15 يا شباب البالانس 15 اذا انا سيف مش هو الشغل بتاعي طيب 47 73 مثلا عندي عثمان تيست أبحث عن عثمان تيست تماما جاب البيانات بتاعته من هنا الاسم عثمان تيست رقم الحساب 824 من هنا 824 جاب لي المبلغ اللي هو 3000 فهنا مثلا دار أحول كم أنا مثلا عاوز أعمل إيداع لـ500 مثلا وهقول هنا هقول المجموع من هنا المجموع قال لي كم 30500 طيب بعد ده آخر حاجة اللي هو يقول له هقول له مثلا أعمل لي إيداع قال لي شنو قال لي تم الإيداع بنجاح إذا المفروض يكون إيه قال لي تم الإيداع بنجاح وإذا مشيت مثلا للداتابيز أمشي للداتابيز من هنا وأعمل ريفريش إذا المبلغ البالانس 30500 دي كانت محاضرتنا وما تنسى تعمل شير سبسكرايب تعمل لنا لايك وإذا في أي تعليق اعمل كومنت إن شاء الله هيتم الرد على استفساراتكم نشوفكم في محاضرات غادة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله.